حاسه ليفل تاني ده طبعا. بيعمل حاجات غريبه يعني. عندي اقتناع ان الممثل لو مش مقتنع بالشخصيه بتاعته بيعملها مش عارف يأديها. وعني انا كمحمود انا بحب الشخصيات اللي بعيده تماما عني يعني بستمتع بيها اكتر. لو خدت مشهد من بعيد لدوبلير مش باين ده مين غير لما اخدك بوشك وانت بتقع وخايف الشخصيه اللي معايا من طول المسلسل شايفها وهي خلاص قدامها لحظات من الموت ده انا كمتفرج هتفاعل معاه اكتر. ولكن لو انا متامن كويس لا تمام هعمل المشهد ده. شرفنا النهارده في الاستوديو النجم الشاب محمود ياسين. منورنا النهارده يا محمود وانا مبسوطه جدا جدا بوجودك معايا النهارده. وهنبدا من محارب حبيبتي. انا طبعا مبسوط ان انا معاك النهارده وانت عارفه ما بقدرش اتاخر عليكي طبعا. ربنا يخليك يا محمود. نبدا بمحارب ويمكن محارب ده اخر عمل انت عملته ويمكن حقق نجاح كبير جدا وخصوصا شخصيه ابراهيم لان يمكن ابراهيم كان فيه نقلات كتير قوي وانفعالات كتيره جدا ونقلات مختلفه. ردود فعل الناس على ابراهيم كانت ازاي؟ انا يعني انا من وانا بقرا الورق انا شايف ان شخصيه ابراهيم دي شخصيه مختلفه عن اللي قدمته قبل كده. وعني انا كمحمود انا بحب الشخصيات اللي بعيده تماما عني يعني بستمتع بيها اكتر. فانا كنت شايف ان شخصيه ابراهيم فيها فعلا تحولات كتيره وما تقدرش تاخد حكم مطلق على البني ادم ده ان هو شخصيه زباله وهو اكيد مش شخصيه كويسه. ولكن انت ممكن تحس ان هو تعرض للظروف خليته يتصرف تصرفات معينه في اوقات معينه تخليه مش مظبوط او مش في الحاله ما بيتصرفش التصرفات اللي كان المفروض يتصرفها. فده مشجع ليا جدا ان انا احط دوافع لده لان انا عندي اقتناع ان الممثل لو مش مقتنع بالشخصيه بتاعته بيعملها مش عارف يأديها. هل انت حاطط مبرر ان الشخصيه لما تتعرض لضغوط معينه ممكن يكون شخص نقيض للبني ادم الحقيقي طبعاً اللي اتربى عليه؟ انا شايف ان انا كممثل لازم احط المبررات دي لان انا زي ما بقولك انا لو مش مقتنع بتصرفات الشخصيه اللي بعملها مش عارف اديها. لازم ابقى حبه ولازم ابقى مقتنع باللي هو بيعمله وحاطط مبررات لنفسي عشان اقدر اطلع اللي انا بعمله ده بصدق. فما ينفعش ابقى كاره الشخصيه. اصعب مشهد عملته طبعا غير مشهد الانتحار واكتر مشهد جالك عليه انتقادات وناس شتمتك؟ اصعب مشهد عملته كان المشهد اللي هو اول تحول لشخصيه ابراهيم لما بيكتشف ان احنا معروض لينا فلوس كتيره جدا وان محارب مختفي وان هو كذا وكذا. فبيروح يواجه اخته وست سعديه اللي هي اللي مربياه في البيت. ده مشهد كان 4 صفحات يعني مشهد كبير. فده كان ماستر سين بالنسبه لي. كنت شايل همه قوي. انا كنت بذاكره قوي المشهد ده وكان فريق قوي ان انا اعمله حلو لان هو لازم الحاله توصل صح. تمام. فده كان مشهد صعب قوي. اتبسطت قوي انه طلع بشكل كويس. طبعا مشهد الناس زعلت مني قوي فيه اللي انا بطلع فيه مع استاذ تامر امين بسلم اخويا تسليم اهالي. طبعا حقيقة يعني. ده طبعا انا بتفرج مش مصدق ازاي بعمل كده. وكمان اللي ضيعني اكتر رد فعل اخويا على مثلا ما اتضايقش ده قال لي كده يا حبيبي ده انت ابني ده انت مش فيخليك تتضايق اكتر من ابراهيم بيعمله. رد فعله كان هادي جدا وفي غضب بعتاب الاخ فخلاك حسيت ان انت ايه اللي انا عملته ده. طبعا طبعا. هو يعني وكنت انا عشان عارف ان ابراهيم هيموت فانا حاسس ان انا لا انا كان نفسي اشوفهم تاني بيصالحوا بعض بيتعاتبوا بيحصل اي حاجه مش ان هو خلاص كده دي انتهت علاقتهم ببعض لان ابراهيم مش هيل حتى يعتذر له على حاجه زي دي. يعني المشهد ده انا ضايقني انا شخصيا. مشهد الانتحار عملته من غير دوبلير وغامرت فيه وكالعادة برضو انت بتعمل نفس الحركة تاني فكرة انه يبقى في مشهد في انتحار او موت وتعمله من غير دوبلير. هل فكرة انه انت لسه سنك صغير ولسه في بداية طريقك فروح الشباب هي اللي خلق عندك المغامرة؟ بص هقولك اكيد طبعا بيبقى ده بيبقى يعني الشباب عامة بيبقى عندها حتة الدفعة. وغير كده انا يعني انا هقولك حاجة انا مش هغامر خالص لو ده مش هيفرق في المشهد. يعني لو حاجة مش هتفرق في ان المشهد يطلع احسن لا انا برضه الواحد ما بيلعبش بحياته يعني. ولازم ابقى مطمن برضو ان انا معانا حد كويس حد مضمون متامن كويس. ولكن لو انا متامن كويس لا تمام هعمل المشهد ده لو هيفرق معايا لان انا بيفرق لي في الاخر المنظر هيطلع عامل ازاي. بيفرق لي المشهد ده ماستر سين بالنسبه لي. اللي كان كده احمد السقا يعني. احمد السقا في كل افلامه. لا بس احمد السقا ليفل تاني ده بيعمل حاجات غريبه يعني. انا فريق لي فعلا لان هو بصراحه بتفرق يعني. انا لو خدت مشهد من بعيد
لدوبلير مش باين ده مين غير لما اخدك بوشك وانت بتقع وخايف الشخصيه اللي معاه من طول المسلسل شايفها وهي خلاص قدامها لحظات من الموت ده انا كمتفرج هتفاعل معاه اكتر فانا حاسس ان ده هيفرق وهيدي المشهد اكتر فحسيته احساس الندم كمان اللي كان في المشهد الانتحار كان كمان وصل للناس خلت الناس مش قادره تكرهك هو ابراهيم في اللحظه دي هو وصل لحاله انهيار عماله تزيد ان هو انا ايه اللي عملته ده وحاسس ان هو بيطلع من مصيبه يقع في مصيبه اكبر عشان ايه عشان ما خدش حاجه وما استفادش حاجه وهو لو كان استنى كان طلع وبقى عنده ورث واهل وعيله وكل حاجه بس هو اتصرف تصرفات فيها اندفاع وفيها قله خبره وادت باللي حصل له في الاخر